مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. نحن بعون الله نرعاكم. تم تشخيص إصابة ستيفاني بسرطان الثدي بعد أيام من زفافها، وبعد التشخيص خضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم، يليها العلاج الكيميائي لا سيما جلسات الأشعة. وما لم تدركه ستيفاني أن تعرضها لهذه المواد أثناء العلاج قد يؤثر على فرص حملها لاحقا. تأقلمت مع فكرة إصابتي بسرطان الثدي، ولكن لم أصدق أن حملي قد يكون مستحيلا. ولإنقاذ فرص حملها لجأت ستيفاني إلى دواء يدعى جوسيرولين، وهو هرمون يعمل على تجميد البويضات طيلة فترة العلاج الكيميائي. هذا الدواء يضع البويضات في حالة شبيهة بحالة انقطاع الطمث للحفاظ عليها إلى حين انتهاء العلاج. أثبت هذا الدواء فعاليته في حالات عدة، فبعد مراقبة 200 مريضة بيّنت النتائج تضاعف نسبة الحمل لدى النساء اللواتي تناولن الدواء أثناء العلاج الكيميائي مقارنة بمن لم يتناولن الدواء. أما ستيفاني فحملت بطفلتها الأولى بعد شهر من انتهاء العلاج، وتعيش الآن مع طفلتيها معافاة من السرطان. آسيا صفي الدين، العربية.